جينا اليوم تلبية النداء التنسيقي الوطني للطلبة والخريجين والممرضين اللي صدر البيان ديالها في السيمانة اللي دازت. هاد الوقفة راه ماشي غير هنا في طنجة، هي وقفة ضد الطبع وطني، يعني في أي إقليم غتلقى دايرين وقفة. جينا نطالبوا بعدة مطالب من بينها عدم تطبيق مرسوم التعاقد، وكذلك عدم إدماج الخواص والتعويض على التدريب الاستشفائية بالنسبة للطلبة. المهم اللي غادي زعما المطالب اللي غادي نتعمق فيهم أكثر هو ديال التعاقد وديال إدماج الخواص. التعاقد إلا دار التعاقد راه غادي يكون بواحد غادي يأثر سلبا على الصحة ديال المريض، يعني الممرض ما غاديش يقدر يعطي واحد لاكاليتي هو مربوط مقيد بالتعاقد، خصو يكون اللي بغى باش كيقدر يعطي لاكاليتي دي سوان. أما هو متعاقد راه ما غاديش يقدر يقدم داك العلاجات اللازمة، بويسك التعاقد كله عنده بزاف ديال السلبيات كلنا عارفينهم. المطلب الآخر ديال إدماج الخواص، كنجيو للسيرفيس كنلقاو لون كومبومو ديال لي ستاجير كيوصل حتى 20 واحد 30 واحد، لي زيتيديون ديطا ما كيلقاوش أصلا فرصة فين يتعلموا يديروا التدريب ديالهم كما خصها تكون، كما يتعلموا يديروا لي سوان ديالهم، كيبقاو واحلين واش فين غيوقفوا فين غيشوف، ما كيقدوش كاع يوصلوا حتى للباسيون باش يتوشيوه، بحكم أن كاين بزاف ديال لي ستاجير بخيفي. هاد لي ستاجير ما كيقدموش واحد لاكاليتي اللي جات كيديروها، ما عارفينش أصلا فورماسيون ديالهم ضعيفة، كلنا هادي عارفينها. دونك خص تكون واحد الرؤية لهاد لي سيرفيس باش يقل شوية العدد ديال لي ستاجير بخيفي، باش هكا لي زيتيديون ديتا يقدموا العلاجات اللازمة ويتعلموا مزيان لي زاكت ديالهم. كما مذكور في الدورية الوزارية ديال 2015 28/2015. المطلب الآخر هو ديال التعويض على التدريب الاستشفائية، لا يعقل أن الطالب كيجي من 8 الليل حتى 8 الصباح للسيرفيس ما عنده لا روبا لا فين يرتاح لا تعويض، يعني كيجي كيعاني وكيمشي بحالته في الصباح عنده الكور ولا شي حاجة، يعني خص تكون واحد التعويض على التدريب، باش هكا ليتيديون فاش يجي للستاج يقدر يعطي في هذا الستاج، ماشي غير غيجي هو باغي غير فين يرتاح، باغي غير يمشي ياكل، باغي ما كاينش واحد 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 التعويض مادي لهذا الطالب باش يقدر كاع غير ياسيغي الترونسبور ديالو وداك الشيء. اللي جاء باش نرسموا المسار النضالي السنوي ديال التنسيقيه، اليوم كانت اول وقفه تجسيديه اللي كانت وقفه محليه ضد الطابع الوطني، يعني جميع المواقع قامت بواحد الوقفه محليه اللي حضروا فيها الطلبه والخريجين والممرضين. جئنا دفاعا عن الملف المطلبي ديالنا اللي كتكون من 8 المطالب، ولكن ركزنا في هذه الوقفه هذه على التدريب التعويض على التدريب الاستشفائيه بالنسبه للطلبه والرفض التام من جميع اشكال التعاقد، بحيث الطلبه هما اللي كيكونوا كيقدموا خدمات استشفائيه ابتداء من السنه الاولى، واللي كيعوضوا للخصاص اللي كاين في وزاره الصحه اللي كتقدر ب 65000 على حسب منظمه الصحه العالميه. كيف يعقل ان جميع الفئات الاخرى اللي كيكونوا في التدريب ديالهم كالاطباء مثلا عندهم تعويضات، والطالب الممرض اللي كيقدم تقريبا نفس الخدمات اللي كيقدمه الممرض ما عنده حتى شي درهم كتعويض؟ يعني حنايا كنطالبوا واحد التعويض يكون بالنسبه للطلبه في التدريب الاستشفائي ديالهم، بالنسبه للطلبه ديال السنه الثالثه ولا الثانيه كيكون عندهم حراسات ليليه، يعني كيكونوا بحال البيرسونيل انفيرمي، يعني خصو يكون واحد النوع ديال التعويض معين. وبالنسبه للتعاقد نعرفوا بانه واحد النظام فاشل، بين فشل ديالو بالنسبه للمهنه ديال القطاع الاساتذه والتعليم، فاحنا ما بغيناش نطيحوا في نفس المشكل، ما بغيناش يعني نكونوا حتى حنايا نطبق علينا هذا النظام هذا، يعني قبل ما يتطبق حنا كنناضلوا باش انه يتجمد ولا كاع يتلغى اساسا من هذا قطاع الصحه، حيت كما كنعرفوا قطاع الصحه واحد قطاع حساس اللي ما يمكنش اننا نخدموا فيه يعني بالعقود اللي كتشكلنا واحد اللي كتاثر على النفسيه ديال الممرض وكتاثر حتى على الناحيه الماديه ديالو. يعني باش اننا نشجعوا الممرض باش يقدم خدمات صحيه في المستوى، خصنا نشجعوهم يعني بزياده في الاجور بواحد النظام يعني اساسي ديال الموظفين قطاع الصحه. لا حاليا كما الوزاره عودتنا دائما كتجاوبنا بالاذن الصماء، يعني كنعياو بالنضالات وما كاينش شي لحد الان باقي ما كاينش شي تجاوب يعني واضح بالنسبه للوزاره. حاليا يعني بداو كيبانوا بوادر ديال التعاقد، يعني في لو بلون دو سونتي 2025 راه خرج وفي صفق في الجريده الرسميه في قانون 34 راه خرج فتح يعني التشغيل بالعقود، لهذا باش حنايا عملنا هذه الخطوه التصعيديه باش اننا نوقفوا هذا القرار هذا زعما من الخروج، وزعما حنا مستعدين اننا نتناقشوا مع الوزاره، لكن زعما شباب حوار اننا
اننا نلغيو هاد القرارات هادو. اذا زعما تطبق هاد النظام هذا يعني راه كاين بزاف ديال 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 التصعيدات نقدروا نبداوها يعني بمقاطعه الدروس النظريه والتدريب الاستشفائيه، بالاضافه الى وقفات بحال الوقفه اللي كتشوفوا دابا، ونقدروا كاع نعملوا اعتصامات انزالات في الرباط. يعني ديك الساعه تكلا مشات تطبق، راه حنا معاهم في التصعيد حتى يتحقق المطالب ديالنا ان شاء الله. ما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.